هل لمن يجامع زوجته يوم الجمعة أجر مضاعف؟ لا نعلم في نصوص الشرع ما يدل على استحباب أن يجامع الرجل زوجته ليلة الجمعة خاصة، فضلاً عن أن يكون له على ذلك أجر مضاعف، ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى استحباب مجامعة الزوجة يوم الجمعة لقوله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه. الحديث. قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة معناه غسلا كغسل الجنابة في الصفات، هذا هو المشهور في تفسيره. وقال بعض أصحابنا في كتب الفقه: المراد غسل الجنابة حقيقة. قالوا: ويستحب له مواقعة زوجته ليكون أغض للبصر وأسكن لنفسه، وهذا ضعيف أو باطل. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وفي رواية ابن جريج عن سمي عن عبد الرزاق: فاغتسل أحدكم كما يغتسل من الجنابة. وظاهره أن التشبيه للكيفية لا للحكم، وهو قول الأكثر. وقيل فيه إشارة إلى الجماع يوم الجمعة ليغتسل فيه من الجنابة، والحكمة فيه أن تسكن نفسه في الرواح إلى الصلاة، ولا تمتد عينه إلى شيء يراه، وفيه حمل المرأة أيضا على الاغتسال ذلك اليوم. قال النووي: ذهب بعض أصحابنا إلى هذا وهو ضعيف أو باطل، والصواب الأول. وقد حكاه ابن قدامة عن الإمام أحمد، وثبت أيضا عن جماعة من التابعين. وقال القرطبي إنه أنسب الأقوال، فلا وجه لادعاء بطلانه وإن كان الأول أرجح، ولعله عنا أنه باطل في المذهب. واستدلوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل وغدا وابتكر ودنا من الإمام ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة صيامها وقيامها. قال النووي رحمه الله: روي غسل بتخفيف السين وغسل بتجديدها، وروايتان مشهورتان، والأرجح عند المحققين بالتخفيف. فعلى رواية التجديد في معناه ثلاثة أوجه: أحدها غسل زوجته بأن جامعها فألجأها إلى الغسل واغتسل هو. قالوا: ويستحب له الجماع في هذا اليوم ليأمن أن يرى في طريقه ما يشغل قلبه. والثاني أن المراد غسل أعضاءه في الوضوء ثلاثا ثلاثا ثم اغتسل للجمعة. والثالث غسل ثيابه ورأسه ثم اغتسل للجمعة. وعلى رواية التخفيف في معناه هذه الأوجه الثلاثة: أحدها الجماع، قاله الأسهرية، قال: ويقال غسل امرأته إذا جامعها. والثاني غسل رأسه وثيابه. والثالث توضأ. والمختار ما اختاره البيهقي وغيره من المحققين أنه بالتخفيف، وأنه معناه غسل رأسه. ويؤيده رواية لأبي داود في هذا الحديث: من غسل رأسه يوم الجمعة واغتسل. وروى أبو داود في سننه والبيهقي هذا التفسير عن مكحول وسعيد بن عبد العزيز. قال البيهقي: وهو بين في رواية أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما أفرد الرأس بالذكر لأنهم كانوا يجعلون فيه الدهن والخطمية ونحوهما، وكانوا يغسلونه أولا ثم يغتسلون. فالراجح أن أحاديث الأمر بالغسل يوم الجمعة متعلقة بالرواحل الجمعة، لما يستحب لها من الاغتسال والتطيب والإدهان، وليس شيء منها متعلق باستحباب الجماع في هذا الوقت.